انه المانجا فاكهه مغذيه وفاكهه لذيذه وبالتالي مفيش حد ما بيحبهاش، واحنا متميزين جدا في زراعه المانجا. والحقيقه انه هذا التميز وهذا الكم خلى في امكانيه ان احنا نشوف فاكهه متوفره باسعار كمان زي ما قالت هدي كده في متناول الجميع. لكن الحقيقه انه احيانا افرطنا في استخدام بعض الاشياء او الاقبال عليها باعتبارنا في الموسم ساعات بيضر صحتنا من غير ما بنحس، وهنا بقى بيظهر التحذير. والحقيقه انه كتير من المتخصصين لما لقوا في اقبال كبير كده وفي سوق مانجا ماشي حلو قوي والاسعار تمام، الحقيقه انه شفنا تحذيرات من انه يحصل تداعيات صحيه على بعض الناس اللي عندهم امراض زي امراض الكلى، امراض القلب، من انهم يتضرروا من اكل كميات كبيره من المانجا. والحقيقه ان احنا يعني اللي فهمناه انه وجود نسبه عاليه من البوتاسيوم ده ممكن يضر اصحاب امراض القلب وامراض الضغط كمان وامراض الكلى. الحقيقه انه في تحذيرات كمان مهمه قوي ليها علاقه بنظافه المانجا. يعني هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا خلي بالكم لا المانجا يكون عليها سالمونيلا. والحقيقه ان احنا معروف انه السالمونيلا يعني مرتبطه بالفراخ، عشان كده بنيجي ننظف الفراخ يا جماعه انتوا ما ترتشوش، فضوا حوالين الحوض في حته كونتينت جوه بالظبط، نظفوا الشيء ده واغسلوا الاحواض والرخام حوالين المنطقه بعد ما تخلصوا تنظيف الفراخ، استخدموا الملح، استخدموا الخل. طب ايه علاقه المانجا بالسالمونيلا؟ ممكن تكون موجوده هذه البكتيريا على قشرة المانجا للناس اللي تهمل غسيل المانجا كويس. في ناس بتاكل المانجا طبعا طرق متعددة، يعني زي ما المانجا اشكال والوان طريقة الأكل برضه اشكال والوان. يعني احنا زمان كنا بناكل المانجا من قشرتها بشكل مباشر، نقعد نشدها كده اي نعم، شوية بطلنا نعمل الحكاية دي معرفش ليه، يمكن برضه علشان ما نتعرضش للقشرة فبقينا ناكلها كل واحد ليه طريقته، يعني كل واحد ليه طريقته. في ناس بتاكلها بالمعلقه، في ناس بتقلبها كده، في ناس يعني ايا ما جه في ناس بتقشرها